قديورة يلعب الكرة للأمام، محاولة البحث الآن عن تمريرة طولية تتلعب فعلا في الجانب الأيمن. كوهين مواجه القدم الخارجي حلوة من كوهين، والعرضية على الأرض حلوة، هدف جزائري. قديورة يأتي الآن بالتعديل، هجمة منظمة للغاية، تحرك مميز من قديورة داخل حدود منطقة الجزاء، والتسديدة في التوقيت المناسب تماما. نعم الربع ساعة الثانية أكثر الدقائق قلقا لأي فريق يخوض لقاء أمام نادي نوتنغهام فورست. بالأرقام بالحسابات نوتنغهام فورست أعلى معدل تهديف في الربع ساعة الثانية من أي لقاء. شمايكل عليك أن تشاهد هذا الهدف. نعم صعب جدا التعامل مع تسديدة قديورة. نعم الكرة اتلعبت في المنتصف، ولكن ردة فعل سريعة وتسديدة مبختة. قديورة يحرز هدف جزائري الآن لتأتي المباراة من جديد